بهدف نشر اللغة السامية وإحياء اللغة الآرامية وكتابة الإنجيل المقدس بالآرامية، قام الأب بولس خانو الراهب في دير مار مرقس بكنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس في القدس بخط الصلاة الربانية باللغة الآرامية على جلد خروف لحماية هذه اللغة من الاندثار. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. من كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس كان لنورسات لقاء مع الراهب بولس خانو ليحدثنا عن المخطوطات باللغة الآرامية، فهو يستخدم الأحرف الآرامية في محاولة لإرجاع وإحياء هذا الموروث اللغوي. فالأباء القدماء قاموا بترجمة الكتب من اللغة الآرامية فالعربية واللاتينية، وتعد الأقدم قبل الميلاد. ها هو الراهب بولس يخط الصلاة الربانية باللغة الآرامية على جلد الخروف بطريقته ورشته الخاصة. أبونا دمشمايو، هذه المخطوطة التي أصبحت تزين كل الأماكن وتعد منارة وإرثا منذ القدم توارثته الأجيال، كما نشاهد أيضا خط بقلمه الإنجيل المقدس باللغة السريانية، والتي أمضى ساعات وأياما ليطلق الإنجيل المقدس بحلة رائعة وجديدة. علي قابل قربنا لو تهمنا داتو جرس برا. رح أخبركم كيف بدت معي هاي الفكرة وهاي الموهبة. سنة 2014 كان 27/9، في هذا الشهر كان عندنا عيد الصليب. صراحة ساعة 3 الظهر كنت قاعد بالدير وأجاني مثل إحساس وشعور أدخل على المكتبة وأخذ الجلد وأخطط الصلاة الربانية. ما كان في علمي إنه يوم من الأيام رح أخطط، ما كان في علمي إنه رح أبدأ أعمل هالمشاريع الكبيرة بنعمة الرب. دخلت على المكتبة وأخذت هذه المخطوطات وبدأت أخطط شوي شوي، خط مخطوطة واحدة ورا الثانية، وعملت كميات كبيرة وبدأت أوزع على الأهل وعلى الأقارب. شفت في صدى كتير كبير وراء هاي المخطوطة الصلاة الربانية باللغة الأرامية، حابين كلهم يخدوها يعلقوها. فكملت واستمريت حتى يومنا هذا، وشفت خلال السنوات الماضية انه هذه المخطوطة او هذه الموهبة كانت هي رسالة من الله لإلي انه ارجع احيي اللغة السريانية الأرامية في هذه البلاد بواسطة الصلاة الربانية اللي خططتها قبل شوي قدامكم على جلد الخروف. فوصلت لجميع أنحاء الكنائس، وصلت لجميع البطاركة، ووصلت كمان للسفراء والقناصل والمدارس والطلاب، في خاصة في القدس وبيت لحم والأراضي المقدسة والأردن. نشكر الله كمان، عم بحاول كمان قدر الإمكان إنه نعطي ونوزع حتى تكون كلمة الرب منتشرة في جميع أنحاء العالم، خاصة باللغة السريانية الأرامية اللي انطلقت من أراضي المقدسة إلى جميع أنحاء العالم. هيدح دور وايز دلغون سخي مش ما يوم هو خانو غير الدبلن بيمضو ما يكون برخمال. نشكر ربنا خلال فترة الكورونا كنت قاعد في غرفة قلت يا رب ايش اعمل، انه خلاص كل شيء تسكر قدامنا. فربنا سمعت صوت قال لي انسخ الاناجيل، قلت يا رب اذا هذا الصوت من عندك اعطيني اشارة. نشكر الرب يسوع، بعد ثاني يوم اجتني حمامه وقفت عندي على الشباك، دليل انه هذا الروح القدس، وهي الحمامه اعطتني قوه وبديت اخطط الاناجيل المقدسه، بديت اخطط لانجيل مرقس لانه انا ساكن في ديما مرقس، وانجيل مرقس مكون من 16 اصحاح. فبديت اخطط كتدريب لاول مره لانه هذا مشروع كبير، لانه كلمه الله لازم تكون نظيفه ومرتبه واحد يخططها بقلبه رب. نشكر الله طلع معي ونجح وخططت الاناجيل تقريبا 12 مره بخط الايد، وآخر إنجيل تقريبا قعدت عليه 40 يوم شغل وتخطيط ليل ونهار، 10 ساعات شغل، 5 صباحا 5 مساء، أدخل على الغرفة أحط إيدي على الإنجيل، أسكر الباب أحط بخور وأضوي شمعة وأصلي وأطلب من الرب الإلهام والإرشاد حتى أخطط كلمة الله بدون غلط، حتى أخطط كلمة أنا قاعد بين إيدين الرب. فهلا لما أكون قاعد بين إيدين الرب لنكون
أكثر بركة وأكثر خبرة روحية اكتسبتها خلال الفترات الماضية. أنا قاعد مع الرب وخطط ونشكر ربنا طلع بهذا الشكل إنجيل بهذا الصورة وخطه اللي استعملته خط سترانجيلو بعود إلى القرن الرابع. وهذا القرن الرابع اسمه الخط سيرتو ديوانجليون يعني خط الإنجيل. الآباء كتبوا الإنجيل في هذا الخط والمخطوطات القديمة. نعمة الرب هذا الإنجيل اللي قلنا لكم قبل شوي إنه خططناه طلع بهذا الشكل مثل ما تشوفوا صليب ومكتوب إيوانجليون قاديشو على مي الذهب وبعدين ملبس عليه كمان جلد لون أحمر خمري الغلاف حتى يكون إشي محترم وإشي مقدر لكلمة ربنا. ومثل ما تشوفوا هذا الورق قديم جدا اخترت الورق القديم 180 جرام حجمه وأخذنا الصليب المقدس من المخطوطات القديمة. في عنا رسائل المطارنة موافقة على الإنجيل ورسالتي هون باللغة الإنجليزية وبالسرياني كمان حتى الواحد يقرأ يفهم شو هذا الكتاب ونوع الخطوط. هون نبدأ إيوانجيليون ماتاي Gospel of Matthew وهون هيك نبدأ مثل ما تشوفوا هذا هو الإنجيل الخط خططته خلال الفترة الماضية. مثل ما تشوفوا كله لازم يكون نفس الخط ونفس الحجم وحطيت كمان عليه حركات. كنت أقعد عليه تقريبا بالليالي أسهر قدام إيدين الرب فحتى طلع هذا الأسلوب يعني كان بده كتير تدقيق حتى يطلع بأسلوب حلو مميز وخاص يكون فيه كرسم كأيقونة مرسومة بأحرف سريانية أرامية قديمة مميزة تطلع فيها أو تعكس التاريخ القديم. فعشان هيك اخترت الأشياء القديمة الخط القديم بيعكس التاريخ الأرامي الآباء اللي كتبوا فيه هذا المخطوطات. فنشكر الله يعني طلع كله نفس الحجم نفس الخط نفس الوزن حتى يكون متوازن وكانت إيد الرب صراحة عليه كان إيد ربنا هو تخطط على إيدي. المشروع الجديد راح أقدمه قريبا هو كتاب تعليم اللغة بدون معلم اللغة السريانية العرب السريانية والعربية السريانية والإنجليزية. راح يطلع هذا إلكتروني أبليكيشن على كل التليفونات راح ينزل لكل العالم إن شاء الله قريبا. وفي كمان عندي مخطط تاني إنه خطط الإنجيل بالأحرف الجديدة يكون كتاب بين إيدين كل الناس حتى يقرأوا ويتعلموا الكتاب المقدس ويقرأوا ويشوفوا الخط الجديد للإنجيل. لسه في أفكار جديدة كمان بما أنه نحن هلأ قريبين على عيد ميلاد الرب يسوع بالجسد. نحن عملنا قبل يومين رسمت صورة سانتا كلوز بابا نويل ومرسوم وكمان جنبه رسالة باللغة السريانية الأرامية حاملها سانتا كلوز. هذا شيء بدل أنه كمان إن اللغة السريانية الأرامية هي موجودة كمان أنه سانتا كلوز هي باللغة السريانية مارزوخي معناته زوخي سرياني معناته سانتا كلوز. وهي شيء نقدمه للميلاد للأطفال حتى يشوفوا أنه كمان حامل اللغة الأرامية حامل السيد المسيح هو الذي كان يتكلم اللغة الأرامية في هذا البلاد. بس إن شاء الله قريبا نقدم أشياء جديدة وإن شاء الله نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد ويكون ميلاد ربنا يسوع المسيح بركة لجميع أنحاء العالم يحل الأمن والسلام والمحبة في قلوب الناس. ويذكر أن الراهب بولس قد تعلم الأرامية في دير مار أفرام في الشام والآن هو يخدم في دير مار مرقس بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية في القدس ويواصل مسيرته وخدمته بربط الإرث القديم بيومنا هذا. وهو يقدم أيضا هذه المخطوطة للدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. هو نداء ودعوة من الرب للراهب بولس خانو بأن يسعى دائما إلى نشر هذه اللغة السامية العريقة من خلال مهارة التعليم والتخطيط والرسم والترتيل بهذه اللغة القديمة خوفا من اندثارها. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس. نتقادش شمو